السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، كنتمنى تشجعوني باللايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه، وتبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب فضلا وليس امرا. قبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هنا غادي نشارك معكم واحد الكغاطون ديال البروكولي، كيجي زوين بزاف على البنات. عندي هنا البروكولي نقيته وسلقته بشويه الماء والملح، وعندي البطاطا، عندي وحده البطاطا عاديه وعندي وحده بطاطا حلوه. يمكن لكم ديروا بطاطا عاديه، قطعتها نقيتها وقطعتها ودرتها في هذه الكاسرونه، غادي ندير عليها الماء وغنديرها حتى تسلق حتى هي. البروكولي سلقته وحطيته ديجا سلقته قبل النهار، كان عندي خفت يخسر ليا حيت كتعرفوا كيبدا يصفر، صافي خفت يخسر ليا. هنايا في المقله درت واحد معلقه ديال الزبده، عندي واحد البروه وعندي واحد نص بصله، غادي نديرهم في هذه المقله. درت لهم واحد معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي ندير لهم شويه الزيت والملحه، وغادي نديهم فوق البوطه تنصوطي داك الملحه داك البصله تطيح ليا مزيان. هاد الكغاطن البنات بالبطاطا بالبروكولي كيجي يا سلام، كيجي زوين بزاف. يمكن لكم تدخلوا فيه الخضره، انا ديجا درتو بالبروكولي نيت والبطاطا ودخلت فيه الخضره، دخلت فيها الخضره مصوطيه محكوكه حتى تغليضه وصوطيتها في الزيت وفي الملحه وهكايا، وكندير طبقه ديال المهم كندير طبقات من كل حاجه، كتجي زوينه بزاف. صافي هنا البصله ديالي طابت كما كتشوفوا، يعني شحرات مزيان طابت مزيان، يعني ما كتبقاش مازال تغزغز، كتبقى تغزغز علينا تغزغز لينا. المهم كتبقى حتى كطيب مزيان، كنضيق عليها داك البروكولي اللي سلقتو في الماء وخليتو تحمر مزيان، الماء وشويه الملحه، كنضيفو عليها كنبقى نحركوها شي شويه، صافي وكنطفي البوطه وكنعس هذاك البروكولي مزيان، كنعسو 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 مزيان بمعلقه هكا خشبيه اولا شي فرشيطه. هنا المقله مباش نكرج داكشي، علاش درت هاد هذا الا بغيت ندير فرشيطه غنرد في شي حاجه. المهم البطاطا ها هي كتسلق، صافي البروكولي ديالي كان معصوم مزيان 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 مزيان، البنات تيتعس مزيان. صافي كنشوف الا خاصه الملحه كنضيفوها ليه، الا كنتو كتبغي الحرور كتضيفوا شويه الحار، انا ما كنديرش الحار، المهم اللي كيبغي الحار يمكن ليه يضيف شويه الحار. انا درت شويه البزار كما قلتلكم، شويه الملحه صافي، والزيت الزيت العود الزيت البلديه. هنا البطاطا ديالي بعد ما تسلقات غادي نعسها مزيان بالفرشيطه حتى هي غادي تمعس مزيان مزيان، انا خليتها حتى تقطرات مزيان حتى نشفات، صراحه خليتها حتى بردات من احسن تمعسوها، بقى سخونه يعني غير كتصفيوها من الماء في البلاصه كتبداو تمعسوها. انا خدات ليا الوقت باش نعسها مزيان. صافي هنا بعد ما معست البطاطا ديالي مزيان، جبت المول اللي غندير فيه الكغاطن ديالي، غادي نفرش البطاطا بعد ما معستها مزيان، راه شاده في راسها يعني حيت الا خليناها حتى كتبرد كتشد في راسها مزيان. صافي بعد ما معستها مزيان كنقادها هكا في القاع ديال المول، يعني كندير منها الطبقه هي الاولى، كنحاول نقادها هكا بالفرشيطه ولا شي حاجه هكايا بشي معلقه، كنقادوها مزيان مزيان باش تجينا متساويه، تجينا مقاده، تجينا الطبقه مقاده ما تجيش جهه رقيقه وجهه غليظه. صافي بحال هكايا، صافي من بعد كنضيف عليها هذاك البروكولي كنديرو حتى هو كندير منه الطبقه من الفوق. يعني هاد الكغاطن البنات ساهل وبلا عطريه، ما فيه قلت التعقيدات، يعني شي حاجه ساهله كتقدموها هكا كديروها هكا للعشاء ولا كتقدموها للغدا مع شي حاجه هكايا،
كيجي زوين. يعني الكغاطن خفيف بزاف وصحي وكيجي زعما هكا دغيا كيوجد. بالنسبه اللي كيكون عنده البروكولي هكا ما كيعرفش اش يدير فيه اش يدير به زعما احسن ديروه هكايا. يعني هو كيجي هكا في الكغاطن بزاف كيجي في الشوربه الصوبه زعما كيجي في الصوبات بزاف كيجي هكايا في هذا الكغاطن هذا كيجي فيه البنات زوين زوين بزاف. صافي بعد ما كندير الطبقه ديال البطاطا كندير عليه الطبقه ديال البروكولي. دابا غادي ندوز نصوب لاصوص بيشاميل باش نديرو ليها. هنا كندير قيس ديال واحد الكاس كبير ديال الحليب، يعني ما كملاش نص سيترو حيت المول عندي صغير ماشي كبير بزاف غير مويان. كندير كاس كبير ديال كاس كبير ديال الحليب او كاس وشي حاجه، المهم ديروا على حسب المول اللي عندكم. درت هنا واحد جوج معلقات ما عامرينش بزاف ديال الدقيق، وهاد المعلقه راه صغيره البنات ماشي معلقه كبيره بزاف يعني غير مويان. كندير جوج معالق وغادي ندير شويه الملحه وغادي نديها غادي نحركها مزيان باش يذوب ليا داك الدقيق، وغنديها فوق البوطه حتى غتعقد ليا لاصوص ديالي ومن بعد نرشا معاكم. صافي هنا بعد ما طابت ليا لاصوص بشاميل ديالي غادي نضيف عليها واحد تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده، وهنا ضفت عليه واحد شويه ديال الزعتر البنات راه ما اللقطه ما تشدتش ليا بالتليفون ما تصوراتش. ضفت عليها واحد شويه ديال الزعتر حكتو هكايا لحتو فيها حتى طابت ليا لاصوص ديالي عاد ضفتو فيها. صافي كنحرك مزيان وغادي ندير لاصوص ديالي من الفوق. صافي هنا غادي ندير عليه واحد شويه ديال الفرماج من الفوق، نديروا ليه شويه الفرماج من الفوق ومن بعد غادي ندخلوا الفران طيب طيب ونرجع معاكم. يعني غير كي يذوب ليا داك الفرماج وكتجمع ليا داك لاصوص بيشاميل شي شويه وكيسخن في نفس الوقت كنسخنوه كنخليوه حتى نبغي نقدموه عاد كنديروه في الفران. وهذا هو الكراتن ديالنا، كنتمنى يعجبكم وتجربوه راه صحي زوين البنات صحي بزاف البنات وزوين. هنا بعد ما طابت ليا الكغاطان ديالي خرجته خليته هنا نخليه شي شويه يبرد باقي سخون البنات، ومن بعد نرجع نقطع معكم واحد الطريف انا باي برده شي شويه ماشي برد ثاني حيت غادي نحطو دابا الدراري ياكلوه. كنتمنى البنات تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، بارطاجيو ليا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساونيش من اللايك الله يعطيكم صحتكم. ما تنساونيش من اللايك اللي شافت ليا الفيديو تخلي لي واحد اللايك وتخلي لي واحد التعليق الله يجزيكم بخير وفضلا منكم وليس امرا. هذا هو الكغاطن ديالنا، غادي نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا كيجي زوين بزاف البنات، وهم هذا الشيء كيجي بنين بزاف. هانتوما البنات كيجي طبقات يعني طبقات كيجي زوين بزاف، وكنتمنى تجربوه. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده. بالسلامه عليكم وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم.